الحلقة الخامسة من حلقاتنا مع ضيفنا الأستاذ يحيى العبدي. أهلا بكم أستاذنا الكريم. شكرا جزيلا. بداية إذا كان لديكم استدراك على الحلقات الماضية باختصار تفضلوا به. جزاكم الله خيرا. حق إسوالية نقول كلمة شوي عن نشاطاتنا النضال اللي كنا قائمين به، توعية الناس واستنهاضها للرغبة لإجلاء المستعمر عن الوطن. بتنقاع قلنا منه شوي، جينا على بعض الآلات كيف النشيد البراكنة اللي عرفتكم عليه. وكانت الصنعة مقطوعات أخرى من الشعر العربي الفصيح ومن الشعر الحساني، ولا نختار منها لا شوي لعل يطول علينا. الشعر العربي خارجين قطعتين قالوا مناسبة مؤتمر رابط الشباب اللي خلق في نواكشوط 59. أيوة. هما الاثنين من شنقيطي، مسقط رأسهم شنقيطي. الأولون من قال له محمد الحنشي ومحمد صالح، قطعات قاع سفيرهم. والثاني سيد أحمد الدي، طعاد وزير. محمد الحنشي يقول شباب العصر إحدى الحسنيين تلقوا هالمنية فرض عيني، وموت المرء خير من بقاه يقلبه المعمر في اليدين، وعيش تحت الاستعمار ذل مرارته تعادل ميتتين. إلى أن يقول فإن حياة تكون حياة عز، وإن متنا فخير النشأتين. حقوق الشعب واجبة علينا، وهل تمحى حقوق الوالدين؟ تحملنا له التحرير دينا، ويحرم أن نماطله بدين. كما يقول الأستاذ سيد أحمد الدي، شباب العصر فاقصد ما تريد، ولا ترجع ولو قطع الوريد. ولا يمنعك مما رمت لوم، ولا وعد تراه ولا وعيد. أيوعدك المعمر وعد زور، فتخدعك الأماني والوعود. إلى أن يقول أليس لديكم رجل شجاع؟ أليس لديكم رجل رشيد؟ فيبذل نفسه والمال طوعا بميدان يهوز به الجليد، بميدان الكفاح إذا تراءت به الأبطال واصطدم الحديد. وإني ليس لي مال فأعطي، ولا عدد لدي ولا عديد، ولكني سأبذل نفس حر إلى العلياء مطمحها بعيد. لتقرير المصير طربت شوقا، وقلبي من محبته عميد. برغم الاحتلال وناصره نسير إلى الأمام كما نريد. كما نريد. الله الله. هذا من المقطوعات اللي كان نستنهض بهم الهمم لنيل الاستقلال. ومن الشعر اللهجي، ومن الشعر الحساني، لين اختصر على طلعة والله انتين للشيخ والمكية.
يوجههم لأهل الله. أتعالوا للهم من بعيد اللي درس واسوه جديد، وشدوا فيه اللي كان في ليد مشيخة والشيوخ وقضاة، وشدوا لا يخلق وعيد ولا وعد يودي فوات، حيودين عليكم مفيد ومحالي بسمعكم لمات، يموت من الصيت التليد اللي خلاو لكم لبات، كافي من منية المحاسيد اللي فات وكافي ذا الفات، من طفقة الأحزاب ومن كيد الولات مع دبيتات، ما فيها يكون تباعيد القلوب وخسارة الأوقات. إلين يعقب يقول وحر على سمع وفات الفوت ساكت ذاك يشبه فيه يموت، إليناش انتوما وسكوت عن شي ما هو محل سكات، قوموا لسمعكم حق اخوت قبل يموت وفصل في الحياة، سمع منادم ما زين يموت مفات إلينا منادم مات، كافي جهل لاقي لفات فيكم ذاك وذانا صنات، من طروح العار ومن زاد التصريح ومن اللي شارات. هذا ذاك حالته هذه معاه الأناشيد، ذاك النشيد اللي قلت لكم خالق نشيد آخر يقولوا له هيا بنا هيا بنا لرفع هذا العالمي، منين خلق العالم باطور ذاك. وفي الحقيقة الناس وعاته كامل، ومنين وعاته كأن الشارع فطن له، وعاته الناس مولية اللي تقول بشي منه في الشعر الحساني، خارج لهنا طباط شاهدة خارج شاهدة من تقانة والبراكنة، كأنها مزدوجة بينهم الاثنين. قالت هذا القاف علمني بيها مولانا يا شعب لاق الحقيقة، إلا غيرني بعدانا ولا عندي في الثقة. هاي سيدة من هي؟ إيه نختار نحتفظ باسمها. تقول الأسماء الرجال أسماء الليات ما هم لك ما يعود فيه غمط الحق لحقهن فيه. ماني شاكها. خلاك أني كنتم هذه السجالات الشعرية كنتوا تشاركوا فيها شخصيا والله؟ لا عيت يا غير ما هو شي قد يسافر. ما أعرف أنا شعري ما هو زين عندي به اللي ما هو عندي ملائم لهذا لا أحد كيف الشيخ والوكيا. ثم بعد اللي عيت تقولوا شي بعد هو قعيت يا غير هذا ما جيد. في الحلقة الماضية نفيتم أن تكونوا قد أسستم حزبا على أنقاض حزب الجبهة الوطنية يدعى الحزب الديمقراطي الموريتاني، كما استبعدتم أن يكون المختار ولداد ده ذكر ذلك في مذكراتي، وهنا سأقرأ الفقرة من مذكرات المختار التي أخذت منها المعلومات إبراءا لذمتي، الصفحة 327 من مذكرات المختار والدادة. يقول ونشير هنا إلى أن قرارات مؤتمر كي هيدي لم تكن محل إجماع كل النواب، فقد رفض رئيسان للبرلمان التوقيع على استقالتهم المسبقة وهما سيد المختار نجاي وسليمان للشيخ سديا، ولذا قرر المكتب السياسي الوطني في شهر مارس طردهما مؤقتا من الحزب، وقد رد على هذا الإجراء في بداية أغسطس بإنشاء حزب معارض يدعى الجبهة الوطنية للديمقراطية، وتم ذلك بمشاركة وزير سابق هو بياقي العابدين. وعندئذ أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بعدم شرعية هذا الحزب وبحله، بناء على أن العبارات التي استخدمها الأعضاء المؤسسون في ديباجة النظام الأساسي تكتسي لونا من القدح والسباب، يضر بهيبة الدولة ويهدد الوحدة الوطنية ومجهود الحكومة في البناء الوطني، وهو ما ينافي روح الدستور. وفي اليوم نفسه أسس المعنيون حزبا آخر
هو الحزب الديمقراطي الموريتاني، ولكن وزير الداخلية رفض منحه رخصة على اعتبار أنه مجرد إعادة بناء حزب منحل، وقدم هؤلاء في الشهر الموالي طعنا لدى المحكمة العليا ضد القرار الوزاري القاضي بعدم شرعية الجبهة الوطنية الديمقراطية، مطالبين بوقف تنفيذه. وفي 30 نوفمبر رفضت المحكمة طلب النظر في وقف تنفيذ المقرر الصادر بتاريخ 3 أغسطس 1964 القاضي بحظر الجبهة الوطنية الديمقراطية دون النيل من مبدأ الطعن. وفي النهاية حسمت دستورية الحزب الواحد هذا السجال الإجرائي. إذن هذا هو الذي منه أخذته أنكم أسستم أو حاولتم تأسيس حزب على أنقاض الجبهة الوطنية. خلعنا هذا ما خلق منه شيء، ما منه لعلي اللي خلق منه إلا التالي قلته الأحادية. ودي باشا هذه ما نكون مذكرينها اللي أسس عليها وزير الداخلية حسب المختارة. ما رادها مولانا، ما هي خالقة ما أنا زين. قبل هذا التاريخ كنتم قد حولتم إلى معهد أبو تلميذ كمقتصد. من هو مدير المعهد آنذاك؟ مدير المعهد آنذاك الأخ والصديق محمد سيدي عالي. والحاكم أبو تلميذ آنذاك؟ حاكم أبو تلميذ ظهر لي عنهم يقدوا يتغيروا، متفقد بعد واحد منهم ذا اللي وفكتيت عن فم هو اللي حاكم. ينقال له مامولي. هذا الحاكم هو الذي طلب منكم إعطاءه بعض من الكفالات ورفضت. ما رفضت قاع إلا اشترطت وتو على أني تعود عندي حكم إلزامي منه هو ذا اللي ينقال ركيزيسيون، يكتب لكم أمر بالتسليم حق بعد. ورفض مثلا رفض هو ورفض المدير وانفقعوا قاع علي. المدير كان يريدك أن تسلمه ما أراد، حتى وهو ذا اللي كان يدور شنه هو الصبعد. قضية بسيطة لا بوش من قاز هذا يدور عريته فم الكباين يجيبون حكما يوميا البضاعة من روس البوتليميث يغيرانا وتوف ما نقد نعدل ذا بي اللي تليت نفتش والله نفكته لا بدالي من كل شيء ما نجبر من نفقات الكفالة نقدم عنه دليل لا هو من نفسه والله دليل على أني نقبل مني هذا ما أرضاه ونفقعوا الاثنين ومن قد جاءت برقية بتفكتية. هذا كان استجابة رغبتهم هما، كتبوا فيك والله ما كتبوا فيك أصل يدور يعودوا قالوا باطل في تلفون والله الرك بيه اللي اشطر من الكتبة قلت لك ذا خلق في الليل ومن قد في أول وقتي أعطيت العمل سلمت العمل وسلمت للمدير ما وعين حد في بلدكم لا قال لأني نسلمه للمدير وفكتيت شرصه هل كان لهذا علاقة بنشاطكم السياسي في بوتليميت؟ أصل حق شاك كان أنه ولا منه أنا كنت واحد في السياسة ومعارض حق عندي معارضين حق عندكم كنتوا تحرضوا الناس والله شنو كنتوا لا أصل شي سلمي وطبق للقوانين إلا على أنه توف نعارضه عندنا كثيرية بوتليميت وكأننا معارضين بها اللي كامل صدر من الحزب والله من الحكومة. هل صحيح أنكم كنتم تخططون للاعتداء على بعثة الحزب الحاكم حزب الشعب حينها إلى بوتليميت مكلفة بالانتساب؟ عجيب هذا به اللي إحنا هم اللي منعنا من يخلق عليها اعتداء. كيف ذلك؟ نعرف
أنا علمت سابق مجيل بأذربيجان أعلن أن خالق شي من السفهاء وقلب والله قلب روسه ولا هي جيل دار هارون واللي الشيخ سيدية ومن عندها ينطلق واعد البعث منين تجي ويعدلها قدر من الأذية وجبرت سليمان وقلت له على ذاك ما يتواسى أنا يلا نوقفوا في عراو وقفنا في عراو قالك أنه عالم به والله ما نل ما هو عالم به يقير قال لي أعلننا والله نوقفوا في عراو وقبال كيف ما هو عالم به وهو يخطط في بيت أخيه في بيت أخيه هارون إيش نعرف هاك معنا هو قد يعود ما وخطط بيت أخوه هو قلت لأنه المكان لانطلاق بيت هارون إيه خليك لي الصلاة لا تقولني الشيء ما قلته أنا لا ينقولكم إلا اللي قلته أنا قلت على خارق مد تقلبت والله وقلبت أيوة ونقال لي على أنها أيوة مقرر أنها تجيل دار هارون أيوة واللي الشيخ سيدية وتنطلق منها عند مجيل بعها ايوه هذا ما له لا هو اللي قلت انا هذا ما هو خطط له من وهي ما علمتوا لنا انتم ما قلتوا لنا لا تنطلق من بيت هارون قلت لك على اني قال لي انها لا هي تنطلق من فم يقير هو احنا نقدم شو كاملين ونقيس بيتك انت وننطلق منه بدون علمي بدون علمك هذا ياسر حتى من تبارك الله ترشد ايه عارفين حد مد لا تنطلق من بيت حد ما هو عالم به هي مد خاصيره اخبار قد تنطلق من كل بلا قد ينطلق قبيل من, من من دار اسماعيل زين خوه اسماعيل واللي الشيخ سيدية والباب جيد واوقفتم اتصلتم بهم الله الا ردينا التخمام القضية في الحقيقة أنا هو اللي عدلتها أيوة بموافقة سليمان أيوة شو عدل؟ عدل قلت علن يا الله نعدله تمثيلية تضمن لنا علن نعبره عن تمابينا عن حزب كيهيدي بوتليميت حزب كيهيدي اللي هو؟ اللي هو حزب الشعب عادين قالوا حزب كيهيدي مؤتمر كيهيدي ذاك الزمن الشعب قالوا قاع فيه مقطوعات شعرية نقد نقول لك منهم شيء حين لنا الحكومة أيوة يا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من ينقطع ذا اللي نقول هي قلتوا علنكم قمتوا بخطوة موالية للأخذ على أيدين هذه الناس اللي كانت لا تشوش على حزب الشعب لا وتو قلنا على أن نعدلوا تمثيلية تضمننا على أن نعبروا عن معارضتنا للحزب بعد مؤتمر كيهيدي أيوة ونعودوا ما خلينا حد يسيء في الضيوف اللي هم بعثة الحزب ولا في السلطات اللي مأطرتهم ومعاهم مستضافتهم هذا هو اللي قلنا أيوة وقبلت قدر من الوقت شوي إلين حضرت فيه التمثيلية هذه وهي علينا نعبئ الشعب كامل إلين يعود المهرجان اللي لا هي يستقبل البعثة والله باط تتكلم فيه يعود حاشد ما يبقى عنه حد كون أنا وسليمان ومن فم نعود له إلى جاو الحكام والضيوف البعثة ينفرح لهم حتى وتخلق الزغاريت ومنين يلته
مندوب المكتب السياسي يتكلم اللي هو الأخ ونبيران هو اللي هو الشفم ما نعرف كان يبدأ قلتها لك واحد والله مع أحد معاه الواقيش مذكرينهم ما نل أيوة ذكر الله هو أيوة و وكوماندا سيركل اللي نهار إذا ما قديت نتفقد اسمه إن قالوا ساموريو اللي بيه و منين يلته مندوب الحزب يتكلم اللي هو وان بيران الضيف الكبير نقول له الضيف الكبير بي اللي هو وزير خارجية ذاك الزمن وهو أمين دائم الحزب عقب مؤتمر كي هيدي وهو من هاي الخيمة الكبيرة اللي في فوتا ينقال له أهل بيران عمر بيران وإحنا نقدرها ياسر من التقدير اللي مشاورينهم هم منين وقف وان بيران لا هي يتكلم يسبقوا صاحبنا احنا صاحبكم تو منهم صاحبنا احنا مواطن من اهل بوتليميت قال له عاليا للبيكم ولا من محيط سليمان على اي اساس تم اختياره علمت انا على اي اساس تم اختياره من طرفكم هلا قلت لسليمان انه يعطينا رقاج يعود له قد يخطئ يعود يعرف الخطابه ويعود له يتكلم وتوه لكن لا نقول له لا يعدلوا وقبضوا عين لي رقاج عين لكم هو عالي ينول البيك ايوه تو يمد عالي نيدو ايوه ويقول السلام عليكم ورحمه الله ويعطي سكتة شوي إلين تصنت له الناس ويقول مرحبا بيكم وسهل حزب كي هيدي خاين شعب موريتان وإحنا ذو أهل بوتليميت ما ننفي وعندي ما ننفي الثالثة الناس اللي حاضرة تقوم كاملة تصفق فنشيت ينقال له ما لنا فيه إيه وتعدل شوي من الرقص مولي معاك وكله يتجه واعد منزله هذا هو اللي توافقنا عليه وهو اللي دربنا عليه الناس وهو اللي خلق ومنين خلق بقات البعثة والحكام معاهم الا عشرات معاهم ياسرات من الناس وهو الحشد ذو قدر بالآلاف الحاكم يكسع منهم الحاكم ذيك الساعة والله ماني ضابط جيد هذه التمثيلية هل أقنعتم كانت وسيلة إقناع لتخلي المجموعة عن العنف إيه أقنعتموها بذلك والله وتعرفتم عليها هذه المجموعة التي كانت تنوي العنف اللي كانت تنوي العنف مان الله ما شفناها جيد في 66 900,000 شهدت موريتانيا اضطرابات مدرسية كادت أن تمس لحمتها الاجتماعية في الصميم سميتموها بالطامة الكبرى هي أحداث 66 ما أسباب هذه الأحداث باختصار شواعر الاختصار باطل غير لا إن شاء الله نعدلو بين اللي كامل اللي خلق ما يقدين قال والله شوف نبقي نقول علني في علمي وإذا تربيت عليه وفقت عليه هو الخالق في الحي اللي أنا فيه وفي الأحياء اللي نزور والمحاضر اللي جيتها لأن الكوار والبيضان أهل ما بينهم فرق ولا بينهم فصل
ولا بينهم ما هو الصداق والمحبة والخاوة في الله. هذا هو اللي يقطع عليه. وهذا نختار في دقائق نقول لكم دلائله. دلائله هو على أني أنا من نفسي الأسرة اللي ننتسب لها فلاق وعيت عليها ما بتصمت، عندها حراثة فرضنا إن قال لها الرق الأخضر تبعد 7 كيلوات عند شر تلاق وعاطية شمن ذيك الأرض الأسر من أهل بوق من هاليبة كوار ويحرثوه ويجيبوا ياسر من التلاميذ والترك وذا كامل تعلمنا معاهم القجي فمف والحريث وإذن دليل عندي ذا على ذاك اللي شفت كامل من الأخذ والعطاء والمواساة المتعدلة فعريت الأرض معطاها للحراثة. هذا عند الناس اللي مزارعين ما هو هجن يخلق الله مع حد كيف انفسر قال به اللي خاف لعله يهم ذاك يتملك على ترابه. أيوة وشفت عرية البقرة الشايلة نعروها لهم ويعرون أنهم مزاود الزرع. أيوة هذا كامل. أيوة هذا كامل يخلي هو دلائل. أيوة الدلائل العامة أنتم كاملين يا الموريتان تعرفوا أعلن الكوار والبيضان سابق مجين صارة كانوا بينهم علاقات طيبة على مستوى ترارز، كانوا خالقين بين الإمارة وأهل والو، إمارة والو زاد هي والكل يعود قط سمع أعلن أميرة والو الولف هذا جنبت اللي ينقال لها جنبت لأنها والدة أمير ترارزة واللي محمد الحبيب علي واللي محمد الحبيب ذاك في الترارزة في البراكنة هليبة بينهم علاقات طيبة ومساندات عسكرية مع بعض قبائل المغافرة اللي فهم كيف ولد أحمد وشرق ذاك في حومة مباني ذيك والهيه ودونها في بابابة فم ملي تحالفات بين أولاد نغماش والكوار ورا ذاك شور قرقل فم تحالفات بين إدو عيش وكنت وفقي دماغه كذلك. إذن اللي كان خالق لا التحالفات والصداقة والنسيج. ما الذي غير هذه المعادلة بحصار؟ نجي الاستعمار. أيوة منين جاء الاستعمار وحل في ملك الناس ويفرقها إياك كلها يعود مفتقر له. وبعد أن أتى جاء الاستقلال وبعد 6 سنوات من الاستقلال ماذا كان سبب هذه الاضطرابات ذات الطابع العنصري سنة 66؟ هذا ما هو بعد هذا سبقوا يوسر هي قال نحن ذلك في سنة 66 مسؤولين عن أسباب هذه الأحداث هذه يعني ذاك الصلاة بد من حد يقول أسبابه. أيوة أسباب الأحداث فيها اللي قريب وفيها اللي بعيد. أيوة إيش كيف ذا؟ أنا ماسي وهذا اجتهاد مني ويا الله الناس اللي عاشت ذاك اللي يعود عنده اجتهاد. أيوة
وتعودوا انتم تعقبوا تجبروه ذلك وتعطوه للمشاهدين. ايوه. منين انطلقوا الطلاب من فرنسا لأول مرة سابق الاستقلال بعمان، وانطلقوا المتدربين اللي تدربوا فرنسا في القطاعات كاملة، جابوا نعرات جديدة ما كان يعرفهم أنا مواسي على الذي ينقال له لي جيتان الوحدة العامة للعمال الأفارقة اللي أنا انخرطت فيه. يكثر كل واحدة ومعاها ذلي قالوا له الكتاب الفرنسيين من إفريقيا السوداء لا نقريتيت معناها زاد الزنجية والله زنجية إيه هذا ضرك خلقت منه إيديولوجيات انجبيه في التفرقة، تفرقة المستعمر، فرقة تسود، وعاد يسوع عليه عدل من موريتان شعبين وموريتان شعب واحد كانت هذه الفكرة، وعند ذاك دلائل ما توفى. هذه الفكرة هل سبق وأن أخذتموها من مرجع؟ هذه اللي أخذتها من حياتي وتو وشدينا فيها الأخبار يوسر من الناس. قلت لكم ذلك لأنني حينما قرأت ما كتبتم هذه الفكرة التي كتبتم في الكتاب عن أسباب هذه الأحداث، قلتم إن بوادر النعرات العنصرية اختصار لما ذكرتموه الآن لم تظهر إلا بعد تخرج الدفعات الأولى من طلاب الزنوج في الجامعات في فرنسا وحملت الشهادات الآخرين وصدور بعض مؤلفات حكام الاستعمار وديولوجيات المنظمة العامة للعمال الأفارقة، فانتشرت أولا في صفوف تلاميذ التعليم الثانوي والنقابات ثم تنزلت إلى الشارع على شكل مظاهرات، وقد تجسد هذا الانفجار بادئ ذي بدء في مظاهرات الطلاب وحركات الشارع وتبادل المناشير. ثم ما أشرتم إليه من هذه الزنجية هذا نفسه رأيته في تفسير المختار لهذه الظاهرة، حيث قال إن هنالك تأثيران، تأثير ثقافي، فهناك أولا تأثير الجامعة الفرنسية التي تكون من الخمسينات إطارات عليا مدت البلد بعدد من قادة السياسيين والإداريين، وبالفعل فإن الإطارات المكونة في الجامعة الفرنسية ما تزال تشكل غالبية العظمى من إطاراتنا رغم انتهاجها سياسة واعية بتنويع مصادر تكوين إطاراتنا، ولذا ظلت اللغة الفرنسية لغة العمل الأولى على مستوى الحكومة والإدارة الموريتانيين، وعليه فقد بقينا بحكم الضرورة نعاني من الهيمنة الثقافية الفرنسية وبالتالي من جامعاتها. فهذه الجامعة العريقة التي ما فتئت منذ قرون خلت تطلع بدور ثقافي رئيس عبر العالم، قد ظل يحتاجها على الدوام تيار قوي شديد العداء للمسلمين والعرب، ولم ينسى أصحاب هذا التيار فترة الحروب الصليبية، ويتنكرون تماما لكل ما ورثته الحضارة الغربية عن الحضارة العربية الإسلامية. إن وجود هؤلاء على مفترق طرق حداثة غير مسبوقة يجعلهم يتمكنون من نقل أفكارهم المعادية وغير مصرحة بها إلى أتباعهم دون أن يشعر هؤلاء بذلك، وهكذا يصنعون وفق رؤاهم خصوما للداء للحضارة العربية الإسلامية، كما يتعرض هؤلاء المواطنون لتأثير نظرية الزنجية التي أعتبرها محل نقاش كبير، رغم ما يربطني بالرئيس سنغور من صداقة وتقدير قديمين خالصين. إذن هنا المختار في كان يتحدث عن أسباب أحداث 66 وساق نفس ما سقتموه على أنه أسباب هذه الظاهرة. لم تقرأوا، لم تتأثروا بما كتبه قبل أن تكتبوا؟ ما أنا الله جيد.
ما الله الآن أعرف على أن هذا وتو كيف حد عنده الوقت في الكتب الاثنين إذا اللي عدلتانا هم مذكرات وإذا اللي عدل هو وكلنا باح بذا اللي فيه كل إناء بالذي فيه يرشح وقع الحافر على الحافر فقط المختار قرأ فرنسا ياسر من الزمان وأنا ما قريت فيها قد جيتها مرة الله انتين وتو جيد. هذه الأحداث كانت بدايتها بيان 19، ماذا عندكم عن بيان 19 هذا؟ عندي عنه إلا وتوف عاقب المؤتمر التأسيسي وعاقب كامل اللي خلق الأطر أطر الإخوة الزنوج بقاوا القضية منين دربوا الشباب على التمرد بقاوا هم يتمردوا والمناشر اللي كانوا يعدلوا ما هي موقعة وقعوا منها واحد وعاد هو البيان 19 هذه وتعرفوا حد منها خالق حد من لهد إن قال له با محمود من هليبة وأخواله بيضان وفلاك كانوا هو ذاك ضبط اسمه منها أنا ما كنت في نواكشو سمعت وهم ما هم من اللي اعتقل في النبيكة ذوك الطلاب العرب اللي عدلوا بيان مماثي ذوك من هما ذوك نعرف منهم واحدين غير حنيني بعد نوفي لك اخباره هو ايوه قوم الزنوج قاع الى غرك ما ضبط بالمنين واعتقلوا ذوك نعرف انهم قوم العرب اعتقلوا النبيك هم لانهم صدروا بيان مضاد لهذا البيان مضاد صدروا ذوك فوائل يناير 66 وقوم العرب ردت فعلهم جات في آخر يناير والأحداث لا يتخلق في العشراية الأولى من فبراير جيد. العرب من هم قلتوا لي إنهم نعرف منهم بعد شاعر ينقال له محمد الدداش قراي من أهل كيف ونعرف منهم حد من لهل ينقال له حبيب الله العبد أخرين ماني ضابطهم حتى ما نعرف كان أحمد والعبد القادر هذا الشاعر الكبير كانوا منهم الله ما هو منهم ما نعرف هم واحدين ما تيتضابطهم با هم كاملين هذا العرب انحبسوا في النبيكة من دراكانكم قط جابرتوا معاهم بما انكم ساعة افتقنت ما رادها الله الا انا اعرف على اللي قلت لكم انه شاعر عنه قال قويف باط اللي في السخرية ضبطوا شنو قال علمنا الحبس الثقيل ياسر من شي ما هو لامة شراب البن لبططو كيل الحمل عجول اليتامى كانوا يذبحوا لهم هذا الشتاء يذبحوا لهم العجول اللي ما هم اسماء وكانوا هو واسى انهم عجول ماتوا عنهم ام ماتوا زين ولبطط ذيك الساعه طلع قريا لبطط ذيك الساعه ما كنا نعرفهم سابق ذاك الزمن كاني قاعد انا مواسي على ان هذا يقد يعود يورخ به ظهور اللبن في البطط في موريتان زين لم تكن لكم علاقة بهؤلاء العرب الذين أصدروا هذا البيان المضاد علاقة انتماء علاقة ارتباط علاقة تنسيق في السياسة ايه محق على ان سابق احداث 66 نقدر نعود ولا نعودوه بلد ونحضره وهم الطفل اللي قلت له قاعد لأنه من أهل الخيام حد من أهلي
وفي هذا البيان لم تنسقوا؟ ما أنا الله. ذكرتم أنه سقط 12 قتيلا في 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 في, في نواكشوط في هذه الأحداث. إيه. على ماذا استندتم في؟ إلا أني في ذاك الزمن شاع لأن رسميا أنها 12 وانقال مرة 16. أنا بعد قللت. بيلي الحمد لله نبقي لا يعود قليله لا نبقيه كثر. سمعتوا في وسائل الإعلام الرسمية ولا لا؟ لا 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 سمعتوا لا عنده الأخبار اللي تجينا. إثر هذه الأحداث ذكرتم أنه علق بعض المعلمين كنتم من بينهم، هل يعني هذا أنكم كنتم ضالعين في الأحداث؟ أنا اللي ضالع فيه ما أخفى. أنا قدت انقلاب، معناها قدت إضراب. إضراب في منين؟ قدت إضراب في المجرية اللي أنا مدير مدرستها في زمن الأحداث. زمن الأحداث عقب الأحداث. عقب الأحداث ضمن إضرابات الأحداث. إيه. مع الزنوج أو ضدهم؟ الزنوج معايا واحد منهم ما ضرب، ولكن أنتم إضرابكم جاء كتضامن مع الزنوج الذين أضربوا أم على العرب؟ مع العرب ضد الزنوج الذين أضربوا. ضربهم من قدهم وضربنا احنا من قدنا. ومن كان معكم في المجرية حينها؟ في الحقيقة ماني ضابطهم. نعرف ان فيهم واحد بعد كوري صديق لي ولا أضرب. والبيضان ضربوا كاملين حق بعض. زين، وكان العقاب بالتعليق؟ إيه هو التعليق قاع في الحقيقة ما هو عقاب. التعليق كأنه عملية موقتة وتقطع قبل ما تدل على شيء. إلا وعلقنا مدة 6 أشهر والله عام يقضي عقب يعد يرجعون خلاصاتنا وتوه. أسمعته. بينما الوظيفة العمومية قانونها فيه عقابات، شيء من الدرجة الأولى وشيء من الدرجة الثانية. ذاك أعاقب من ولا أنا. أنا هو اللي عاقبته موريتان كامل. وهؤلاء الذين ذكرتم أنهم علقوا، ما هو عقاب؟ ما عاقبوا ولا عاقبوا خلص لهم اللي ما اشتغلوا. وانتم وحدكم هما؟ إيه. من أين حصلتم على هذه المعلومة؟ من أين حصلتم على هذه المعلومة أنه ردت إليهم رواتبهم وكنت الوحيد الذي لم ترد إليك رواتبه؟ هذا ما خالك حد ما عرفه ذاك الزمن. كل حد عرفه وأنا اندعيت نمهل أمام لجنة تأديبية وندافع عن نفسي ونقد قبيل نقبل محامي معايا ولا دافعت عن نفسي. منين؟ من واكشوط. لجنة منه؟ لجنة نعرف هذا اللي يرأسها. من هو؟ نعرف عنه مدير الشغل. اسمه؟ ذاك الزمن حسني ولديدي. ايوه، في منين كانت المحاكمة؟ لا في بلد الشغل. والله يضرك ما نعرفهم. كنتم وحدكم أم معكم مستجوبين آخرين؟ أنا وحدي. لا وحدكم؟ وحدي. ايش قالوا لكم؟ ايش قال ما يوفى؟ وجهوا لكم شو من التهم؟ وجهوا لي شو من التهم مكتوب عندهم معدلين الحكام اللي في تقانس. حكام يكسع من هم؟ نعرفه. حاكم المجرية إن قال له محمد الأمين والغرابي. وحاكم الدائرة إن قال له صديق لي إن قال له كوني علي بيري. صديق لك ويكتب فيك؟ حق بقى ما لي شغلته. وأنا عدلت شي خطأ. أنا عدلت إضراب غير شرعي. وهل اعترفت بهذا الخطأ أمام اللجنة؟ علمني مولانا به.
قلتوا له انكم معترفين به حقبه وان اسبابه شنو؟ بماذا بررتم هذا الخطا؟ بررت على ان العرب قاموا موريتان بشي من العمل ضد اللي عدلوا خوتنا الزنوج ولا انا بعد ما عدلت شي فيه عنف ولا علمت من اللي بعلن العرب عدلوا عنف خارج عن ذاك اللي خلق في الشوارع هون ذاك ما انا عرف انهم عدلوا. جيد، وماذا كان حكم هذه اللجنة؟ حكمت بعلني نعاقب بواحد من العقابات الأعلى وهو تخريجي من الوظيفة العمومية مدة ثلاثة أشهر. وبعد ذلك وذاك يقتضي إعلان ملف العقاب يبقى في ملف يانا مدة 10 سنين ولا من ينشاف علي شيء يقد ذاك اللي يحرك الملف من جديد، يحرك الملف ويعدل لي عقابه امتن من ذاك. انتم اذاك كنتم في حزب الشعب ام قد انفصلتم عنه؟ انا اذاك انفصلت عن حزب الشعب. حزب الشعب انسحبت عنه ومؤتمر كيهيدي. وبعدها حاولتم تأسيس الجبهة، وبعد حظر الجبهة ماذا فعلتم؟ بعد حظر الجبهة حاميت ملي ياسر من المحامات من عقومي، قومي السبعاية، احنا سبعة ما لي فتقتهم لكم بوياقي والعابدين هو اللي كان يرأس جلساتنا والله قاع هو رئيس لجنتنا اللي عدلت الحزب وسيد المختار واللي يحيى وسليمان واللي شيخ سيدياء وبمبو واللي سيدي بادي وديدي واللي سويدي والدهاه واللي ربيه ويحيى والعبدي اللي هو المتكلم. احنا سبعة واحنا هم اللي عدلنا الحزب واحنا هم اللي تحملنا ذاك كامل اللي يخلق. وبعد رفض الطعن ماذا قررت؟ رفض الطعن ما علمنا به. انا بعد ما علمت برفض الطعن. انتم طعنتوا بعد علمت بها؟ احنا طعننا. انا هو المقترح اننا نطعنه. ايش كيف ذاك؟ اعرفه انا منين اقسم علينا قرار وزاري من وزير الداخليه حينها منه؟ حينها احمد محمد صالح. ايوه. وقسم علينا اخر النهار، اعطينا الملف في الصباح عند 8:15. ايوه. ونعطانا وصل ومنين عادت السادة وقسم علينا القرار هذا بتحريم الحزب. ايوه. وقررنا على ان نجمعوا ذيك الليله وشدينا الاخبار وناقشنا. ايوه. وخلق يوسر اقترح علينا حد منا انا ظانه رئيس الجلسه بوياقي وراني الله نرحم على اللي من هذه الخلطه كامل هنا رحمه الله عليه ظهر لي على ان قليل اللي ما زال منها عندي عنه ولا بنبول سيدي بادي وانا رحمة الله عليه رحمة الله عليه. نعم. إذن اقترح بوياقي اقترح علينا بوياقي هو الرئيس أعلن نعدل مظاهرات صباح مقد وأعلن نعودوا حاملين اللي تيسر من السلاح ابيض وناري وتوافقوا عليه قومي كاملين مرقبيانا وحدي. مظاهرات المسلحه ايش وعدوا؟ وعد الرئاسه. من اجل ايش؟ ان نقيسوا الرئاسه ونعتصموا عندها الين نعدلوا نقبضوا الحكم. كانه
أول تخطيط الانقلاب في موريتانيا. هي والله. أيوه. ها مالك سمعته. وافقوا القوم الستاية. وبقيت أنت. أنا بقيت لاهي نقول لك ملي اللي بقاني. شنو هو؟ بقاني إني قط عدلت مظاهرات فلاق. هذيك اللي قلتونا. حزب النهضة هي. ولكن اللي خلق فيها أثر علي من التأثير زين عزمت إني ما تيت نعدل مظاهرات في عمري. يا. هل يعني هذا أنكم اكتشفتم أن المظاهرات لا يمكن أن تجدي نفعا في موريتانيا؟ ما الله لا وتو عرفت على أن الناس ياسر فيها تقرر يوسر في السلم ومنين يفوت العنف يلتهي يخلق ترجع عنه وبالتالي ما تيت قابل يغرر بك. ايه انا ما تيت قابل ذا. ايوه القوم الين 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 ما وافقتهم مشاو على رأي الاغلبيه والله. ابدي احنا ذاك الزمن السبع ارواقي. ايوه. يالتهم يعودوا عندهم من العقل من اللي دراك اللي ما يقبلوا يعدلوا الشيء ما هو بالاجماع. ايوه. من اللي منين ينشق منه واحد. نعودوا سته. سمعتوا. إذن على القوم يجازيهم بخير أباو يكون يوحلوا في حالة يقنعوني بها ولا بخلوا شيء غير أنا ما اقتنعت. أيوة. وعقب رئيس الجلسة اللي هو أبو ياقي نذكر السؤال قال لي أيوة ما هو البديل بعد منين فات الخلطة قبلت. أيوة. قبلت لنا ما نعدلوا ذاك الاعتصام. أيوة. ما قلت له ظاهر لي على انه بسيط الا مد تقبل محامي وتطعن القرار على الاقل تجبر من الزمن اللي ترد فيه التخمام بتأني هذا هو وشدينا الاخبار على ذلك الطريق الين عقبنا قررنا علن نقبض محامي ذاك الزمن هون من سنغال ينقال له اوغو كان جالو وقبضناه وعدل الطعن. وش عدلتوا انتم مع ذاك؟ عدلنا عينا لجنه تدرس ان شاء الله نعدلوا. يكمل هلتار واقيج اللهم الأسن منه وهم الأدرى في ذاك الزمن بوياقي والعابدي. أيوة. وسيد المختار واليحيى وسليمان والشيخ سيدية هذو الثلاثة أعطيناهم أجل عام على أنهم يخرصون إن شاء الله نعدلوا. وبعد انتهاء العام ما لا جاءوكم به؟ ابدي اللي جاءوا عامين والله ذاك هلا اللي متذكر الا على انه 67 شفينا القرار اللي الاقتراح اللي عدلوا هو على انه نرجعوا لحزب الشعب. ولماذا العوده؟ ما هي مبررات العوده؟ مبررات العوده كانت توفي الحزب الواحد لان يعني المعارضه معناها هي المعارضه ما تقدر تخلق ولا حد له يختار بين يقيس المنفى ذيك ما بغيناها وقومنا لجنتنا اللي عيننا ما بغاتهن وإننا نعدلوا شي سري ما بغاوها مولي يقد يعودوا هنا واحدين قاع حذروا منها وأنا منهم أنا رواية في السر ما هي قالية علي أما إذا قلت لكم من السلم في النضال كامل يجي معاه شيء ما هو في السلم في العنف مع فرنسا ومع اللي حكموه بلدها هم غير ما في احتمال ما حد إن الشعب الموريتاني ما عاد عنده قيادة عامة ومطاعة وعاد فيهم اللي من البنى التحتية اللي قد يخلق فيه ويصال ما عندي على انه قد يعدل شيء لا هي يصوع به فرنسا منهم.
مالك سمعته هذا زماني قاع ما فت دخلت الشباب هذا عندي وتوفوا جيد. هذا هو حالي. موازاة مع هذه العودة حولتم إلى نواكشوط إلى إذانوية البنين. من كان سبب هذا التحويل؟ هل كان مكافأة لكم على العودة إلى حزب الشعب؟ إيه هذا ما نعرف له شيء يغير الله بعد نجتهد فيه نعرف علني من 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 عاقب من عاقب بلابل 66 وعاقب تعليقي وفكتيت التجيك جي مدير مدرسة وانا في العمل ما يقد ينكسر لي شيء تراخي تفاني هو الخالق انا نخدم ذا الوطن معتذر ونعرف على اني وعينت الصمن من تشكجه واعد ثانوية البنين لكن شكيتانا وسيت على ان محمد والبابا اللي صديق وزميل زميل في المكتب السياسي سابقا وقد اشتغلت معاه هو مفتش العربية وأنا كاتب المفتش في نواكشوط وسيت على أنه منين عين مدير للثانوية إياك يقوم ذا اللي خلق فيها من الفساد كامل أنه اختار أرواقيش وساني منهم يشازي عني بخير أي وراء ذاك في السياسة لا يخلقوا شيات افتجيجة بيلي متفقد مولي زيارة جبهها الرئيس التجيجة أنا ماني في الحزب وجمعاها ضيف عظيم رئيس النيجر إن قال له هماني جوري وكنت من الناس اللي حضرت الاستقبال ومن اللي نشطت فيه حتى وكنت أنا هو اللي عندي قيادة تلاميذ المدارس تيجي كاملين وعدلنا أناشيد وعدلنا هذا اللي قالوا لي موفمان دانسامبل ها سنة اش؟ هذا سنة 67 67 لا سابق تحويلكم شوي 66 67 السنة الموالية لا يتحول الشورة ثانوية إيه وحاج اللي اعلن كوماندا سيركل بتجيكجا قال لي عاقب ذي الزيارة اعلن الرئيس ما فات عليه اعلني من المؤطرين لذاك الاستقبال اللي خلق واعلنه متعجب من ذو عاجبه سمعت كوماندا يكسع منه يكسع اداه للتيس زين معناه ان تحويلكم قد يكون ايضا ما نعرف أسبابه نشاطكم في زيارة أنا مستعين أعطيك سبب آخر أيوة أنا منين رجعت للحزب وقطعت فيه كارت وطلبت ملقى الرئيس أنا في الثانوية اللي ذكرته ثانوية البني البني إيك ساعة تحولته إيه أيوة وجيته اللي كان رافدني له ألا نعرف من خارجي نار واقيج ماني قالي عليهم كيف من إيش نعرف ماني لا نقولهم ألا بعد مواطنين وخوت أيوة عندهم موقف وأنا عندي موقف أيوة إلا أني أنا ماني لا نمشي نقرض فيهم والله نتنشجن ذاك ماني لا نعدلوا سمعت أنهم يدوروا يجول الرئيس ويقولوا له فلان راه والك رجع للحزب غير بعد ما هو مخلص جيت وقلت له ذي الكلمة وقلت له علني يا أيو لا نقول له أنا أني ماني مخلص أنك سمراشا وعلني ما 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 عندي شيء يواسيني مخلص قال لي حزب الشعب نعرف أنه وزال الله بحالته ونعرف ملي أنه ما لا يطرى له سب أسمعته قلت له يوسر من شيء يتخلط قاع علي
يا غير هذا لا ينعترف له هو به يقبل هو منين إن قال له شيء يعود قاع ما تفاصل حتى يقبل ويلخص ذاك نقاط كثيرا ما يعود ثلاثة وأنا بعد المرة عدلها ثلاثة واللي متذكر قاع أنه جاوبني فيها لا واحدة هي عدم تفاؤلي بحزب الشعب مستقبل حزب الشعب قال لي على أنه ما هو متوافق معايا على ذاك عدم التفاؤل من حزب الشعب طراله الشيء وأنه دور يطراله ياسر وأنا ذكرت له على أني متيقن قاعد تحت إمرة حزب الشعب المطالب الوطنية اللي كنا نحلم بها من إحنا تركه ما لا هي ينجح منها شيء أيوة وقال لي على أنها الدور تنجح كاملة إن شاء الله وقال لي أني نذكر بيها وذكرت بيها وكتبها شنو دخول الجامعة العربية. أنا ذكرت الأربع آية اللي مهمة دخول الجامعة العربية أيوة. ترسيم اللغة العربية مراجعة العلاقات المشحفة مع فرنسا المالية العلاقات المالية المشحفة مع فرنسا وتأميم فرما أو المسائل الأربعة وعلمني مولانا كي ذكرت في الكتاب على أنهم تحقوا سابق الطياح به صدق وعده إذن المختار حق بعد إذن بهذا الوعد وننهي حلقتنا الليلة على أمل أن نتعرف على محطاتكم القادمة بحول الله خاصة أيامكم في الأمانة العامة لوزارة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة التي كنتم فيها طيلة 5 سنوات أوصياء على قطاعات معنية بالإعلام إلى ذلك مشاهدينا الكرام أشكر باسمكم جميعا ضيف هذه الحلقات الأستاذ يحيى العبدي وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة بحول الله تقبلوا تحيات الزملاء الذين أشرفوا معي على إنجاز هذه الحلقة المصور الكبير عبد الماء ووسام والمخرج سيدي علي وهذه تحياتي عبد المجيد إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.